إتقان العبادة أن تدخل العبادة وأنت تعرف المعبود وتراقب المعبود، أن تعرف من تعبد، لماذا وقفت تصلي، أنت بين يدي من، أنت بين يدي الله. وإذا تفتتح صلاتك بأن تقول الله أكبر، يا ليتنا نحس بالكلمة عندما نقولها. لماذا اختيرت هذه الجملة بالذات للدخول في الصلاة؟ الله أكبر، إنها إشعار للنفس. أنت الآن تقف بين يدي الله والله أكبر. كيف تخرج للدنيا؟ كيف تغفل عن صلاتك وأن تقول الله أكبر؟ فأن تعلم المعبود، أنك تعلم أنك إنما تعبد الله، هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي رباك بالنعم، أنت تتقلب في نعمه. لو فكرت في نعمة واحدة فقط من نعم الله في جسدك لعلمت يعني عظيم فضل الله عز وجل عليك. لو فقط يعني فكرت في نعمة السمع، في نعمة الكلام، لو فكرت في أي نعمة، نعمة الكلى هذه التي يعني تخلص الجسم من السموم، ولو تعطلت يحتاج الناس إلى أجهزة دقيقة ووقت طويل حتى تؤدي جزءا من وظيفة الكلى. الإنسان لو يعني تفكر في نعم الله عز وجل لا علم من يعبد.